برحب بحضراتكم مشاهدين تان تي في في كل مكان، موجودين دلوقتي في محافظة المنوفية وتحديدا في شارع الاستاد في مدينة شبين الكوم. زي ما ظهر من خلفي كل الشباب خرجوا يعني يهتفوا تضامنا مع القضية الفلسطينية وتضامنا مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه للحفاظ على القضية الفلسطينية. مستمرين مع حضراتكم من كل محافظات مصر في هذه التغطية اللي بننقلها لحضراتكم من شاشات تان تي في. يعني الشباب خرجوا من هنا محافظة المنوفية للتعبير عن رأيهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية، وأنه يعني الأمن القومي المصري خط أحمر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضامنا مع كل القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ والحماية أمننا القومي الأمن القومي المصري. نترك لحضراتكم الصورة يعني لتتبعوا أو تسمعوا ماذا يقول طلاب جامعة المنوفية وشباب محافظة المنوفية. كما يظهر من خلفي الشباب تجمعوا هنا في محافظة المنوفية للتعبير عن آرائهم يعني وتضامنا مع القضية الفلسطينية وكل يعني اللافتات للدعم للقضية الفلسطينية. أسرة طلاب من أجل مصر يعني خرجوا في مشهد يعني كبير للغاية هنا في محافظة المنوفية. بشكر حضراتكم على المتابعة ومستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية الخاصة. شكرا جزيلا.